الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى حتى نحن قلوبهم لنحيه فمن عظيم شأنه لن تحيه فأشربت معنى ضمير شاني فأعربت في الحان بالألحان ثم الصلاة مع سلام لائق على النبي أفصاح الخلائق محمد والآل والأصحاب من أدخل القرآن بالإعراب وبعد فاعلم أنه لم اقتصر جل الورى على الكلام المختصر وكان مطلوبا أشد ضفنا بي من الورى حفظ اللسان بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها نظمتها نظما بديعا مقتدي في الاصل في تقريبه للمبتدي وقد حلفت منهما عن وطنا وزدت فوائدا بالغنى والكلمات اللغز المفيد المفرد باسم وفعل ثم حرف تقسم وهذه ثلاثها هي الكلم والقول لفظ قد أفاد مطلقا فكن وقد وإن زيدا ارتقى فالاسم بالتنوين والخفض مريف وحرف خفض وبلا من الفعل معروف بالقاد والسين وتاء التأنيث مع التسكين وتفعلت مطلقا كجد لي ونون واليفف على النواف علي والحرف لم يصلح له علامة إلا انتفى قبوله العلامة إعرابهم تغيير آخر الكلم تقديرا أو لغا لعامل علم أقسامه أربعة فلتعتبر رفع ونصب وكذا جسم وجر والكل غير الجسم في الأسماء يقع وكلها في الفعل والخوض تنع وسائر الأسماء حيث لا شبه قرب من الحروف